An energy associated with a conservative force is given by u of x equals 4x squared minus 12y plus 6, where u is in joules and x will y بالmeters. Find the force in newton in unit vector notation نحايز ال fx وال fy and the magnitude of the force لما ال x باتنين وال y بأربعة. وعايز ال fx هنقول minus اشتقاق ال u بالنسبة للإكس، الإف واي ماينس اشتقاق اليو بالنسبة للواي. طيب لو اشتقينا هنا هيبقى ماينس تمانية إكس، هنا هتبقى ماينس اتناشر بس، يبقى هنا نيوتن ثابتة. بيقول find the force in unit vector، يعني الإف هتساوي ماينس تمانية في اتنين، يعني ماينس ستاشر اي وماينس اتناشر جي نيوتن. ده اليونت فيكتور اللي هو عايزه، وعايز كمان الماجنتيود. هقول ان الاف كماجنتيود الجذر التربيعي اف اكس سكوير اف واي سكوير، ستاشر تربيع واتناشر تربيع 144 1056 400، يبقى الجذر 20 نيوتن، يبقى ده الماجنتيود.